تمثل اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 حلقة جديدة من مساعي إنهاء الأزمة الليبية. انبثقت هذه اللجنة عن مؤتمر برلين لتسوية الأزمة في ليبيا في يناير الماضي. تتألف هذه اللجنة من 5 عسكريين من الحكومة الليبية ومثلهم من قوات الجيش الوطني، تجتمع برعاية الأمم المتحدة. أهم ما توصلت إليه هذه اللجنة في فبراير الماضي مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ووضع آلية مراقبة مشتركة تقودها لإنفاذه ومراقبته والتحقق من الالتزام به، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم وفصل القوات وتدابير بناء الثقة وإنشاء مجموعات ولجان عمل بمشاركة الأمم المتحدة، وهي أمور لم تتحقق حتى الآن. عقدت جولتان من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، تم بعدها عرض المسودة على القياديين العسكريين واستكمال مهام اللجان الفرعية، فيما علقت أعمال الجولة الثالثة التي كانت مقررة بجنيف في مارس الماضي بعد انسحاب وفد الوفاق بسبب التقدم العسكري الذي أحرزه الجيش الليبي في طرابلس. ويشترط المجلس الرئاسي لتحقيق التفاهمات الأمنية وجوب عودة قوات الجيش الوطني إلى مواقعها ما قبل معركة طرابلس، بينما يشترط الجيش الليبي الوطني خلال اجتماعات اللجنة العسكرية حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الجيش ووقف الأعمال العدائية ووقف الدعم التركي لميليشيات طرابلس. تطورات تأتي في عقاب التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي واستعادته لمناطق في غربي البلاد ومحيط العاصمة. ينضم لنا الآن من القاهرة الباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق. سيد عبد الحكيم، أهلا بك معنا. ما سقف التوقعات من هذه الاجتماعات؟ صباح الخير سيد داليا. هو حقيقة هذا سؤال عاصف، لأنه الأمم المتحدة لديها سلة حلول وعدت بها الشعب الليبي، على اعتبار أن هي كانت وراء ذلك التغيير الذي سبب هذه التداعيات وهذه الانقسامات الحادة والوضع الإنساني المأساوي الذي وصلنا إليه اليوم. أنا في تقديري أي جهد حقيقة تبذله المنظمة الأممية هو مطلوب، يعني في إطار الحلول دون أن تتعمق الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى أكثر، ولكن كان حريا بالأمم المتحدة وهي خاضت تجربة لتنفيذ ما رشح عن برلين من مقررات. وأنت حضرتك تحدثتي عن الجولتين الأولى والثانية في جنيف المتعلقتين بالمسار العسكري. طبعا أنت تعرفي أن بعد هاتين الجولتين حقيقة حصل تغير دراماتيكي في المشهد العسكري الليبي. الآن نحن ست داليا نتحدث عن تدخل خارجي صريح، ربما الطرف وفقا لاتفاق مذكرة التفاهم، طبعا وهذه المذكرة شابها عوار قانوني وهناك أيضا إسقاطات كثيرة عليها وهي لا يجوز للمجلس أن يوقعها، ولكن وقعها ورتب علينا كليبيين أن تصبح طرابلس تعج بآلاف المرتزقة الآن. جميل سيد عبد الحكيم، بالتالي هذا يطرح تساؤل، نعم. أين مخرجات برلين من هذه الاجتماعات ومن هذه المباحثات سيد عبد الحكيم؟ وقف دائم لإطلاق النار، قرار حظر السلاح، نقل السلاح إلى ليبيا، الدعوات المتكررة لوقف كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، أين هي من كل هذه المباحثات؟ ربما يعني هم كعسكريين هذا النوع من اللقاءات يعمل على تجسير الفجوة، لأن هناك ميثاق شرف وهناك ربما يكونوا حتى زملاء. هذا على المستوى لقاء خمسة الجيش وخمسة ما يعرف بحكومة السراج، ولكن ما بينهما يكمن شيطان يعني حقيقة ينفث سمومه كل يوم. أنت تعرف لعند اليومين الماضيين هناك طائرات شحن تنزل إلى مطار مصراتة محملة بالمرتزقة وبالعتاد وبالسلاح وبالدخائر. قصدي
يعني إذا لم يكن هناك جدية على الأقل من الأمم المتحدة دالية قادرة، أنت تعرفي هناك تجارب مرت بها يعني شعوب كثيرة ودول كثيرة شهدت صراعات سياسية ونزاعات وحروب إلى ما وعملت على يعني إطفاء تلك البؤر من التوتر، ونستدل على ذلك ببوروندي ورواندا مثلا، مسألة جمع السلاح من يعني إذا كان هناك مخرج في اللقاء الأول يفضي إلى جمع تفكيك السلاح الميليشيات وجمعها، من يقوم بهذا الدور؟ هو هذا المشكل، لأن كل طرف يلوم الآخر، مثل ما تحدثنا عن مذكرة التفاهم يعني أفضت إلى استجلاب عشرات أو مئات من المرتزقة والسلاح وخضر، وحتى الحظر المفروض على ليبيا خرق، والعمليتين السوفية أين يكمن هنا تفاؤل الأمم المتحدة؟ لأنه في ظل ما نتحدث عنه ستطرح يعني على الطاولة نقاط محورية تم تطرق إليها في جولات عدة ولم ربما يتم الخروج بحل لها. نتحدث هنا يعني إخراج المرتزقة مجددا، وقف التدخل الخارجي، كل هذه يعني كانت حاضرة من قبل على طاولة المباحثات وربما ستكون حاضرة هذه المرة أيضا. بكل تأكيد، هو شوف هناك عنصر مهم جدا غائب في هذه المفاوضات وهو المبعوث حقيقة، رغم أننا احنا على مدى السنوات الماضية اعتبرنا أن هذا المبعوث يعني وهوجم، يعني أتحدث عن المبعوث النموذج يعني لا أتحدث عن اسم بعينه، لأن يعني من الغريب بما كان أن تبعت الأمم المتحدة 6 أو 7 مبعوثين إلى بلد مثل ليبيا، وكأني هذا يعكس نوع من العجز أو الفشل في إيجاد تسوية سياسية أو مخرج للأزمة الليبية، يعني نوع من إدارة الأزمة. شوفي سدالي، هناك حزمة من الحلول حقيقة تنتظر مشاكل، هذا اللي عشناه مع الأمم المتحدة، ولا توجد هناك يعني مشاكل قدمت لها الأمم المتحدة حلول. الليبيون لديهم حلول، لماذا لا تستمع إلى كل هؤلاء الأطراف؟ أولا مسألة تعميق الأزمة حقيقة تفاقم مع هذه التدخلات الخارجية، أنا هنا أتحدث يعني بدون استثناء، ولكن دائما نفرق يعني بين الدور والتدخل، يعني هناك شقيق عربي وفق منظومة العمل العربي المشترك وميثاق الجامعة العربية ومقررات القمة العربية يريد أن يقدم شيء لشقيقه يعني في هذه الأزمة الوجودية والمحل الإنساني. شكرا سيد عبد الحكيم. هناك أطراف أخرى تتدخل من أجل تنفيذ أجندات وبسط هيمنتها وأحلامها التوسعية والهيمنة وإمكانية الاستفادة من مقدرات الليبيين، وهذا مأزق كبير بصراحة. شكرا لك، وصلت الفكرة سيد عبد الحكيم معطوق الباحث السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة.